السلام عليكم، معك نور رشيد. اليوم فهاد الخرجة يعني مع مجموعة تاع الإخوان، مع مجموعة تاع الأصدقاء، هربنا من الأجواء اللي تتعرفوها حارة في مدينة مراكش. جينا من منطقة تاع توريكا اللي هي من فيها منطقة اللي هي معروفة على الصعيد الوطني، ربما على الصعيد العالمي، أنه فيها واحد المناظر خلابة. أنا تغرب يعني بالزيارة تاعتها، كما تعلمون أنها يعني فيها واحد الاضطراب كبير. الحمد لله كاين المعاملة جيدة رغم هذه الاضطرابات الجويه اللي كاينه في هذه الحاله الايام هذا، فانه يعني تقريبا يوم سعيد تنضروا بين الاصدقاء، يعني مجموعه تاع الاصدقاء اللي نشرف انه خرجنا معهم في هذه النزهه اليوم. كما قلت لكم رغم هذه الاضطرابات الجويه الحمد لله تبقى يعني واحد الميزه خاصه عند زياره المنطقه تاع توريكا، يعني بالمناظر الخلابه تاعتها، بالمياه العذبه تاعتها، يعني بنساها بواحد مجموعه تاع الامتيازات. الحمد لله يعني السكينة تاع مراكش يعني عندها المتنفس وعندها مجموعة تاع المتنفسات يعني التي يخرجوا فيها نظرا للأجواء الحارة التي تعيشها مدينة مراكش في هذه الأيام تاع الصيف. الحمد لله يعني من هنا تنوجه واحد النداء حتى للمجلس الجماعي اللي هو صار على هذه العملية، أنه تنطلبوا منه نحن كزوار أنه هو يزيدوا التحسين تاع مجموعات الجودة والطرقات، يعني باش تعطي واحد الإضافة واحد الإشعاع لهذه المنطقة اللي تعرف واحد التوافد واحد مجموعة الزوار من الداخل ومن خارج الوطن. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كي تشوفوا هذه الأجواء، الحمد لله هنا في هذه المنطقة ديال أوريكا تبارك الله جد غزالة تبارك الله، وبغيت نقول لكم إن شاء الله اللي ما عمرو جا لهذ أوريكا خصو يجي يزورها، راه منطقة إن شاء الله راه سياحية وراه تيجيو لها الناس من كل بلاصة ومعروفة، راه هي المتنفس ديال مراكش. كي تشوفوا اليوم تبارك الله خلينا الحرارة في مراكش تقريبا 47 ديال الحرارة، وجينا هنا لهذ المنطقة ديال أوريكا لقينا فيها تقريبا 34، وفيها تبارك الله كل شيء، فيها صناعة تقليدية، فيها الطبيعة، فيها الواد، وتنقول لكم إن شاء الله اللي ما عمرو جا لها عاود يجي لها. وهادشي اليوم دوزنا واحد النهار اللي هو مع الأصدقاء ديالنا اللي هو مولاي رشيد والسي محمد وإخوان، كان واحد النهار اللي هو ممتاز. هاد شهر 8 تيكون عادي هنا في أوريكا، ولكن عادي ماشي شي حاجة، هاد شهر 8 تيكون معروف بهاد الرعدة شوية وهذا، ولكن زوينة حتى هي، راه كتنفس شوية وكتدير شوية الماء في الواد والحمد لله. كنترزقوا على الله هنايا، وسميتو كنترحبوا بالناس هنايا، وكنتعاملوا معاهم زوينين، وحتى هما كيتعاملوا معنا. كنقرا دابا طالع للتسعة، الصيف كنخدموا وكنتعاونوا مع والدينا، وكنسميتو كنسيرو كلهم بسميتو بالفرح، وكنفرح وكندخلهم لهنا وكنطلعوا فيهم وكنعطيهم اي حاجه. لا ما عمرني وقع لي شي مشكل الحمد لله مع حتى واحد، وكيمشيو راضيين عليك هما ديما كيمشيو راضيين علينا ضروري. واش الابتسامه؟ ضروري الابتسامه، هي كل شيء، الابتسامه هي الخدمه. حنا الطوجنات عندنا الشوايه، عندنا كل شيء اللي يعجبك، كاين الشوايه، كاين الطوجنات، كاين المشروبات، كل شيء اللي بغى الكليان، لي صالاد، كل شيء، الفريت، لي صالاد، اتاي، مناظر، العصير، كل شيء. ثمينه مناسبه، لا ما كيتشكاش زعما مناش. حنا عندنا واحد شويه ديال البركه الى دينا، الله يجعل البركه عندنا في الحال. الجو اليوم شويه كان شويه طرعده، وداك الشيء تحت الشتا شويه البارح، وتخوض الماشي شويه، وكنت الحمد لله ما دارش حتى مشكل وداك الشيء. الله وبركاته. الإخوان المشاهدين، معكم محمد إيد حماد. كنسكن في مدينة مراكش، وفصل الصيف كنجي كنشتغل هنايا مع أولاد البلاد، الناس اللي كنعرفوهم محترمين الحمد لله. لمدة هذه 14 سنة وكان كنشتغل هنايا، كندرس في مراكش في فصل الشتاء، وفصل الصيف كنجي لهنا الحمد لله كنشتغل، كنكري محل، وعندنا محل هنايا كنشتغلوا فيه هادشي الصناعة التقليدية اللي هي الحمد لله من منتوجات بلدية،
ونجيو للمنطقة كنشتغل الحمد لله هنايا مع الناس الزوار الأجانب وإخواننا على خارج الوطن وإخواننا داخل الوطن الحمد لله كيجيو لهاد المنطقة السياحية الفائضة الإنتاج والمناظر الطبيعية الحمد لله في هذه المنطقة هذه والحمد لله هذه المنطقة هذه كتخدم في هذه 3 شهور ديال الصيف هي فاش كتشتغل بزاف الحمد لله ملي كيدخل فصل الربيع كيوليو هنايا مناظر خلابة وزوينة كتعجب الزوار ديالنا وكيجيو وليدات كيجيو الناس عائلات بوليداتهم كينشطوا هنايا وكيلقاو راحتهم وكيتعاملوا معاهم الناس هنايا الحمد لله بواحد الكرم واحد وحسن الضيافه واحد الاحياء الحمد لله الاقباب بالنسبه للمواطنين كيفرحونا وكيدعمونا الحمد لله وكيساعدونا ما كيخليونا الحمد لله كيعاونونا كيخليو فينا واحد الامل باش نكملوا الاشتغال ديالنا وهذا الشيء ماشي بالنسبه لي بالنسبه لكاع جميع الناس اللي خدامين هنا جميع الحرف كما كان صحاب المطاعم صحاب لي كوبيراتيف صحاب الجمعيات صحاب الزرابي المهم كاع باش تتميز هذه المنطقه هذه بحرفها بكل شيء ليها الحمد لله كيشتغلوا في هذا المده هذه ديال 3 شهور وبالنسبه لهاد الاجواء اللي كتشوفوا معنا الحمد لله هي اجواء طبيعيه كتوقع ديما في هذا الشهر اللي هو شهر 8 كتوقع فيه ديما هادشي ولكن الحمد لله هادشي ماشي شي حاجه اللي نخافوا منها ولا فهمتيني حيت كاين انذارات هنا تاسسوا في ديال التسعينات من بعد الفضيله تاع التسعينات جاو تجهيزات كانوا فيضانات الا كان جاي من المنبع ديالو اللي هو لاك البحيره جيفني لاك جيفني كيوقع كيكونوا انذارات صفارات الانذار المهم ما يخافوش الانسان هادشي ضروري كيوقع كيجي بعد الرعدات ولكن هادشي الحمد لله كيدوز وكيعاودوا يشتغلوا الناس والناس راه كتفرح هنايا الا جاو الزوار ديالهم كيفرحوا بزاف وكيستقبلوهم مزيان وكنتمنى للناس الاخرين اللي باقي ما جاو شافوا المنطقه يجيو مرحبا بهم راه ما يلقاو غير الخير وبالنسبه للانسان اللي كيجيو هنايا وكيلقاو مشاكل كنحاولوا نصلحوا معاهم مشاكل حيت كيوقعوا صدامات وتفاهمات غير فهمتيني كيوقع هذاك الشيء بين الانسان الحمد لله كيمشيو على خاطرهم ماشي فهمتي دغيا كيتسامحوا بعضياتهم حنا مسلمين بعضياتنا الحمد لله الدين ديالنا كينص على التسامح والحمد لله كل شيء كيكون مزيان.